مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. غادي نتكلموا في هذه الجولة الصباحية على شنو رأيكم في بعض الشباب أو الشابات اللي كيتعرضوا لابتزاز الإلكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورهم وفضحهم. هنايا الظاهرة هذه كانت غدا وهي كتقل غدا وهي كتراجع نظرا يعني القوانين الصارمه اللي بداو كي يتنفذوا او بداو كيخرجوا او بداو كيطبقوا على ارض الواقع. ولينا كنشوفوا الظاهره هذه وبلات كتقل. اما قبل كنا كنشوفوا شحال من وحده انتحرت وشحال من واحد انتحر لانه كيوصلوا تهديدات بالصور ديالو والفيديوهات ديالو، اما تحط الثمن او المبلغ الفلاني واما غادي نديروه في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا كنا كنشوفوا غير كتقاضى فضيحه كتبدا فضيحه، كتقاضى بنت كيبدا دري. الظاهره هذه بدات كتقل، بدات كتنقص شيئا نظرا كيف ما قلت القوانين اللي سنات الدوله باش تحمي المعطيات الخاصه ديال الاشخاص، وهذا كيدخل ضمن المعطيات الخاصه. على كل حال شنو رايكم في هذه الظاهره هذه؟ محل ودناني صباح النور، وكذلك مزابي صباح الخير الناس ديال المزاب، صباح النور عبد الحفيد مكرم، صباح الخير لكل متتبعي قناة شوف تيفي. فشنو رأيكم في هذه الظاهرة اللي حقيقة شردت بزاف ديال الشباب والشابات والأسر؟ لأنه كنا كنسمعوا بأنه أحيانا كتكون مثلا تكون وحدة هي وشخص، يعني كيكونوا جوج ديال الأشخاص كيتباغاو كيتاخذوا صور على خاطرهم ما عندهمش المشكل، ولكن هي كيوقع سوء تفاهم بيناتهم، شي كيبقى يهدد شي بالنشر ديالهم. وكانت آخر كارثة وقعت يعني هي ديال واحد الشابة اللي كانت في علاقة مع واحد الشخص، وكان كيبتزها بواحد الصور ديالها اللي هي صور عادية. يعني إلا جينا نشوفوا النتائج فين وصلت هذا المشكل، هي أنه صور عادية مقارنة مع المشكل. فهاد الشاب اللي كان مع هاد البنت اللي الله يرحمها كان معها في علاقة، كان كيبتزها، هي كانت يعني كانت كتثيق فيه، وكان كيبتزها بالصور ديالها اللي هي وياه مسافرين في شي مدينه واحده اخرى، وهي ما قايلاش للاب ديالها انها كتسافر، مع العلم ان الاب ديالها ما كيعيش معاهم في نفس الدار. فمن بعد يعني كانت هي كتثيق فيه، كانت عاطاه النمره، كانت كتصوني عليه مره من النمره ديال الاب فاش كيكون حاضر. فهو استغل الثقه ديالها، خدا رقم الهاتف، ومن بعد بدا كيهددها بدك الصور ديالها، كيقول لها انا غادي نوري باك الصور بانك كنتي كتسافري، كنا كنسافروا اونصومبل، كنا كنخرجوا اونصومبل، كنا كنديروا اونصومبل. فهي يعني داك مرضاتش ان الاب ديالها يفقد داك الثقه ديالو فيها، مرضاتش على ان الاب ديالها يقول بنتي ماشي كيف ما انايا كنتخيلها. يعني ثقتو فيها كبيره، وطبعا هي كانت باقا صغيره، هو باقا حتى الدري الاخر كان باقي صغير. ف وقع سوء تفاهم بينها وبين داك الدري، مشات كلات السم وماتت. فقالت والله ما نموت وانا نشوف يعني في الاب ديالي هو كيشوفني من داك البنت اللي ما كديرش داكشي اللي كيتخايل هو، اللي كتسافر مع الدري، اللي كتخرج، اللي عندها صور حميميه مع الدري، مع النقها جالسين في قهوه، جالسين هنا، جالسين لهي. ففكرت انها تنتحر، وكانت نهايه مأساويه اللي حقيقه كانت هزات انا داك مدينة فاس. هادشي وقع في فاس ماشي في مكناس، وفي حقيقة تما بقيت كنقول شكون اللي غادي يحمي بحال هاد الناس اللي كيوقعوا لهم هاد المشاكل؟ أحيانا حتى الدراري كيوقعوا لهم مشاكل ماشي غير البنات. في الأخير صافي تمت المتابعة ديالو بالتهديد وهذا، وقضى داك الفترة العقوبة السجنية ديالو وخرج. وهي اللي ضاعت، والديها اللي ضاعوا فيها. فحقيقة بحال هادو كيكونوا قصص مأساوية، والسبب ديالها هي التهور والطيش شو عبد الحفيظ كيقول احنا دابا عايشين في هذا المشكل وسبب الصور. عبد الحفيظ خرجوا قوانين اللي في الحقيقة قوانين اللي كتحمي المعطيات الخاصة، من ضمنها اي واحد ولا اي واحدة كتهددك او كيهددك بانه غادي ينشر الصور ديالك، ما عليك الا دير شكايه، وشكايه يعني
شكاية والقانون غادي ينصفك، سواء كان الصور حقيقيين ولا ماشي حقيقيين القانون كينصفك، سواء كنتي مع داك الشخص في داك الصور ولا ما كنتيش القانون كينصفك. يعني القوانين بدات كتبدل وهاد الظاهرة هادي بدات كتنقص. هنا فؤاد الهمزي كيقول الله يدير الخير للمجتمع، مشى ماشي في حقيقة ما نقولوش المجتمع كله مشى، راه كاين حجر وطوب. المجتمع قادر انه يتغير وقادر انه يتصلح، وكاين واحد الفئة قليلة في المجتمع اللي هي كتنهج هاد السياسة ديال سياسة الابتزاز. فما يخصناش، ما يمكنش لنا اننا نعمموا ونجمعوا كل شيء في كفة واحدة. شنو رايكم مشاهدي قناة شوف تيفي في هذه الظاهرة هذه، وشنو رسالتكم لهاد الاشخاص اللي كيبتزوا الناس وكيطلبوا منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل انهم ما ينشروش الصور ديالهم وما يفضحوهمش؟ خديجة كتقول لو بروبليم سي لوديكاسيون، ميم سي البنت غلطات ايل دوا بوفوار تروفي لو سوسيان دو سي بارون. هذا هو المشكل خديجة. احيانا المشكل كتقول البنت فاش فكرات، يعني اللي من المفترض ان الاب يحميها ولا ان الاب هو اللي يتجاوز عليها، لان انت شوف فين وصلت. وانا داك الاب فاش شاف بنته وقالت لي هذاك الحاله، انت هي كانت كما كنقولوا باللهجه ديالنا والدارجه ديالنا والهضره ديالنا كنقولوا كانت هي الممدعيني، كانت هي ما رضاتش، حيت هي كانت بالنسبه للاب ديالو هي الراجل ديال الدار، هي اللي هي اللي تتجاري الامور، هي اللي كتقاد كل شيء، هي اللي هي كاين عنده ولادو دراري، ولكن هي اللي كيعطيها المسؤوليه، هي اللي محمله المسؤوليه. سكيفي بحال اللي ما رضاتش على انه يوصل الاب ديالها شي حاجه، مع العلم انها كانت طالبه كانت كتقرا انا داك في الباك، وكانت كتقول انا بغيت ننجح ونحقق الحلم ديال بابا ونعاونو ونوقف معاه وندير ليه، وبابا مسكين ضرب تماره، وبابا مسكين باقي كيضرب تماره وبابا، ولكن قال شوف شوف الاخير باش غادي نجازي، غنجازي بصور ديالي انا مع واحد الشخص في لابيسين، انا مع واحد الشخص. هادو هما اكثر حوايج اثروا فيها، اي ان مع داك الشخص في لابيسين، انها هي وداك الشخص مسافرين لمدينه واحده اخرى، والاب ديالها ما عرفاش بانها كانت مسافره، مع العلم انها باقا صغيره وعقل صغار كيف ما قلتي لاله خديجه. pouvoir trouver le soutien de ses parents. هذا هو الاشكال. وكانت كتقول على انه الا وصلوا داك الصور للاب ديالي، وهي كانت اكيد عارفه ما غادي يوصلوا، مع العلم انا داك الشخص كان كيتصل بها وكيقول لها سيري حدا باك انا غنعيط ليه، وانا غادي نعيط لباباك دابا. الوغ كان التليفون كيصوني ديال الاب ديالها، وهي كتقول لي ما كرهتش الارض، يعني قبل ما توفى الله يرحمها ما كرهتش الارض، تصرتني وحيتاش كتلقى لابيل دي كيقول لي راه وحده في بناتك راها كانت كتمشي معايا وكانت كدير معايا، وهو كان كيجي عندها كيقول لها شوفي راه واحد السيد كيعيط ليا، ويا كمان انتيا كتقول ليه لا، يا كمان انتيا، يا كمان انتيا كتقول ليه لا. المهم اصلا الاب ديالها كان صعيب شي شويه الله يرحمها. ف قالت الى بقاو توصلوا الصور ديالي انا وداك الشخص، وحنايا في لابيسين، وحنايا خارجين، وحنا مسافرين، وحنايا في ابارتمون وحده، وحنا اون جروب يعني لي زامي بيناتهم، فالاب ديالي اول حاجه غايدير هو انه غادي ينوض المشكل مع الام ديالي، غير ينوض المشكل مع الام ديالي. بقات كتفكر انه ما عندهاش شي حل اخر من غير انها توضع حد لحياتها، وكانت نهايه مأساويه 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 واحد الدرجه ما كتوصفش، لدرجه ان الاب حمل المسؤوليه لراسو اكثر ما حملها لديك الدري اللي كان كيتصل به. قال انا اللي ما زعما ما حاولتش انني نتقرب منها وفهم منها. محمد حويطر كيقول شفتي في مكناس مع ما هدرت موضوع على إعادة إدماج، ربما بغيت تقول إعادة إدماج السجناء، إعادة إدماج شكون؟ على كل حال محمد حويطر، عندك شي موضوع لكل متتبعي قناة شوف تيفي، عندكم شي موضوع بغيتو تناقشوه، بغيتو تكلموا عليه، بغيتو تهضروا فيه، بغيتو توصلوه، عليكم الا تخليوه لينا في العنوان في التعليق في الكومونتير، وحنا ان شاء الله غنخدموا عليه. بالنسبه لحويطر وضح الموضوع اللي بغيتينا نتكلموا فيه وتكلموا عليه. ومرحبا نعم سيدي. مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نخلي لكم السؤال مفتوح، شنو رايكم في بحال هاد السلوكات، بحال هاد الظواهر، الظاهرة هذه اللي كانت الحمد لله كنشوفوها غدا وكتقل
عكس السنوات السابقه اللي كانت غدا وكتكثر وكيفتخر اي واحد حط واحد لا فيديو اللي هو جنسي اللي هو فضيحه كيفتخر على نسبه المشاهده وعلى البيوز اللي دار ولا حاسب ولا رقيب. ولكن الحمد لله الان الفضل كيرجع لرجال الامن الوطني وعلى راسهم السي حموشي اللي كيشن حرب على جميع الاشخاص اللي كيحاولوا يدمروا الاسر ويدمروا المنازل بواحد الخطا درتو واحد البنت او داروا واحد السيد. فاي واحد عنده او لا اي واحد كيوصل بتهديد ماشي شخص انه غادي ينشر لي لا فيديو ديالو واخا يكون راجلك غادي ينشر لك لا فيديو ديالك ولا لي فوتو ديالك ولا اي حاجه اي صوره خاصه ديالك كديري شكايه وكتاخدي حقك قبل ما يتحط لا فيديو واخا ما يحطوش راكي انا كتاخدي الحق ديالك. الى هنا سيادنا غادي نقول لكم نهاركم مبارك سعيد دمتم بالف خير والله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. خليكم معنا غادي نديروا واحد الجوله صباحيه Votre seul n'est pas suffisant pour réaliser cet appel.